المهندس محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، ودي من أكبر شركات العالم في الأسمدة المتخصصة وتحديداً الأسمدة البوتاسية، وكمان الداي كالسيوم فوسفات كإضافة علفية هامة جداً، وحجم استثماراته تجاوزت 35 مليار جنيه، وبيصدر إنتاجه النهاردة لأكثر من 70 دولة، نموذج يفرح. وبينفذ النهاردة مدرستين تابعين لمشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية الدولية، وهدفه إيجاد عامل فني مؤهل ومدرب للصناعات الثقيلة. تعالوا نقابله النهاردة. عندنا مدرسة إيفر جرو الدولية، مدرسة مهمة جدا، هدفها إن احنا نخرج كوادر لكل الصناعات الثقيلة. احكي لنا عن إيفر جرو قبل ما نتكلم عن المدرسة. إيفر جرو طبعا احنا شغالين حاليا في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة دي تخلص خلال شهر 6 القادم، تمام؟ هي مرحلة رفع طاقات انتاجية. احنا رقم كام على مستوى العالم في البوتاسيوم سلفيت النهاردة؟ احنا رقم 3، لكن عندنا مشروع بيتعمل في الجزائر ومشروع بيتعمل في إنا، ده هيخلينا احنا رقم 1 في الانتاج، في حجم الانتاج رقم 1 على مستوى العالم في الانتاج. إنا حجم استثمار قد ايه والجزائر حجم استثمار هنا قد ايه؟ حجم الاستثمار في مصر 400 مليون دولار في إنا، في إنا 400 مليون دولار والجزائر في الجزائر هيبقى 500. الاثنين بينتجوا الام سي بي والدي سي بي بالظبط، وسلفات البوتاسيوم برضه، سلفات البوتاسيوم نفس الكافيه. طب ايه الداعي ان احنا نعمل مشروع جزائر؟ ما تدينا كده الدرس، ايه اللي خلاك رحت الجزائر؟ رحنا الجزائر عشان خاطر نكون قريبين اكثر من اوروبا وامريكا اللاتينيه. اوروبا وامريكا اللاتينيه، ومصر هنا تتولى افريقيا كلها بالكامل، وما عدا الدول اللي هي قريبه من الجزائر هتاخد من مصنع بتاع الجزائر، عشان خاطر النهارده عملية تكلفة النقل ديت الفريد ده بقى مشكلة كبيرة جدا في التسويق. فأنا عايز أقرب أعمل هب كبير في تنزانيا أو في زيمبابوي، الاتنين جنب بعض، عايز أعمل هب هناك كبير أنقل فيه كل منتجات إيفر جرو، وأبدأ أن أنا أوزع في إفريقيا بشكل كبير، أخلي دي المنطقة الرئيسية بتاعتي. الاستثمارات دي اللي بينفذها المهندس محمد الغشم من خلال إيفر جرو، ولا محتاج مصريين مقيمين أو شركات استثمارية هناك تنفذ معك المشروعات دي؟ لا بأس إن يبقى معايا مستثمرين، مش لازم يكونوا مصريين، من أي مكان. وإذا احنا عاملينه في المشروع بتاعنا معانا جانب إماراتي قوي جدا داخل معانا في المشروع بتاعنا. احنا مدعوون الأسبوع القادم ده للصندوق السيادي الإماراتي عشان خاطر بناقشوا معانا زيادة الحصة بتاعت الإمارات داخل المشروع بتاعنا. خليني أرجع مع حضرتك تاني لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة تقييم المنتج بتاعنا. قدرنا ندخل بيه باللي هي الدي سي بي والام سي بي، دخلنا بيهم أوروبا، يهمني جدا طبعاً تقييمهم لمنتج طبعاً هيضاف للعالم. أنا بس عايز أقول لك إنه المنتج يعني المنتج اللي موجود في العالم كله بيتصنع من حامض الكبريتيك، تمام؟ هذا المنتج الوحيد على مستوى العالم اللي بينتج من حامض الهيدروكلوريك اللي هو الاتش سي ال. إحنا الشركة الوحيدة اللي وطنت هذه الصناعة ووصلت إلى هذا النوهاو. محتاج المدرسة في إيه؟ احكي لنا بقى حضرتك، فكرت في المدرسة محتاجين المدرسة للتجربة بتاعتنا. احنا بدأنا، احنا كان عندك مشكلة دايما في الكوادر، الصناعة ما كانتش موجودة في مصر، تمام؟ فبالتالي ما عنديش عمالة جاهزة ليها، ما عنديش عمالة تفهم في هذه الصناعة. فبدأنا احنا أصلا المشروع في مدينة السادات، مدينة السادات دي تبع محافظة المنوفية، وحصلنا النهاردة على عمالة تقدر تقول إن هي من أفضل العمالة اللي موجودة على مستوى العالم، اللي موجودة في إيفر جرو في مدينة السادات. العدد 5000 عامل النهاردة مش كده ولا زدنا؟ في حدود ده 4 وشوي. لكن لما تيجي أنت بقى تشوف الموضوع بتاع، في حاجة اسمها تدوير العمالة. تدوير العمالة يعني مين العامل اللي بيستقر معاك؟ في عامل بيبدأ من نص الطريق ما يعجبوش الصناعة، بيلاقيها تقيلة عليه، بيسيبها ويروح لصناعة تانية أخف، واخد بالك؟ حسب قدرته هو. فالتدوير ده أكبر حاجة مزعجة للصناعة، لأنه بيكلف وبتفقد انت العامل اللي انت دربته وصرفت عليه، بترجع تفقده تاني. فاحنا بنعانوا من المشكله دي. من هنا جت فكره، من هنا جت فكره في مدرسه ان انت تعمل مدرسه. هنبدا الدراسه امتى فيها؟ احنا بادئين في شهر 9 الجاي، شهر 9 2023 نبدا الدراسه. وبرضه انا عايز اقول عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنبالغ او بنستفيد من الفكره، وزاره التربيه والتعليم هي اللي عامله المدرسه، وهيئة المعونه الامريكيه بتساعدنا في المناهج اللي محطوطه عندنا، مناهج متطوره
متطورة جاية من هيئة المعونة الأمريكية اللي حطاها، يعني فكر دولي مش فكر محلي يعني. تعالوا بقى نقابل الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، واللي فازت بلقب أفضل مجموعة نفذت إجراءات إعادة الهيكلة في الشرق الأوسط. تخيلوا دكتور، احنا فزنا بأكبر جائزة في الشرق الأوسط كأفضل مؤسسة تم إعادة هيكلتها. تمام. وده بالنسبة لي إنجاز كبير جدا ودرس لكل المؤسسات المصرية في إعادة الهيكلة. عملنا إيه والجائزة دي إزاي استحقناها؟ مؤسسة ستيف أورد الأمريكية هي بتقيم الشركات وبتقيم أعمالها. تواصلوا معنا من أكتر من 6 شهور، عملوا تقييم وأسسمنت كامل للمجموعة قبل 3 سنوات والمجموعة الآن. شافوا برنامج الإصلاح المتكامل اللي عملناه، كان في منافسة مع 9 شركات، والحمد لله إيفر جرو فازت بجائزة أفضل هيكلة في الشرق الأوسط من ستيف أورد، واستلمناها في الإمارات الأسبوع الماضي. لا المعايير فهمنا. والله زي ما بقول لحضرتك، إحنا مجموعة إيفر جرو كان عندها ديون واجبة السداد أكتر من 13 مليار جنيه كانوا واجبين السداد. قسمنا القروض دي إلى قروض دولارية، وحصلنا في وقت صعب جدا في ظل أزمة كورونا على 415 مليون دولار قرض من الخليج من بنك المشرق. القرض ده بيستحق على 10 سنوات، متضمن 74 مليون دولار لاستكمال أعمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي، وهيكلة قانونية من خلال إن احنا دمجنا 6 شركات في كيان واحد، نتج عنه حجم أصول، أكبر حجم أصول في مجال الأسمدة المتخصصة 35 مليار جنيه مصري، وهيكلة تشغيلية من خلال إن احنا استخدمنا 74 مليون دولار لاستكمال أعمال إنشاءات المرحلة الثالثة اللي صرفنا عليها حوالي 3.2 مليار جنيه. وبكده قدرنا نستغل المادة الغير صديقة للبيئة الـ HCL، إن إحنا نحولها إلى علف حيواني، بدل ما كنا بنصرف 25 دولار عشان نتخلص منها صرف صناعي، أصبحنا بالعكس بنضيفها إلى خام الفوسفات وبنبيعها كمكملات أعلاف. يوفر على الخزانة العامة 100 مليون دولار كانت الدولة المصرية بتستورد بيها مكملات أعلاف، لا ونقدر في المستقبل نضيف أكتر من 110 مليون دولار كتصدير ل 80% من إنتاج الدي سي بي أو الداي كالسيوم فوسفات إلى الخارج. العالم استقبله إزاي المنتج ده؟ والله احنا اتفاجئنا من خلال بعتنا العينات بتاعتنا لفرنسا، اكبر الاسواق اللي كانت موجوده لينا، شافوا الكواليتي او جوده المنتج بتاعنا وطلبوا ان هم يستوردوا اوفتيك اجريمنت او عقد شراء متكامل ل 40 الف طن. دكتور، هل المستثمرين في الامارات والسعوديه برضو مشاركين معنا في مشروع الجزائر؟ ايوه فندم، احنا مجلس الاستثمار في الامارات قرر انه يعمل مشروعين، واحد في جنوب مصر في محافظة قنا، وده المشروع الأول اللي هتبدأ عمل الإنشاءات بتاعته في 1/7 من هذا العام، والتاني في عنابة في شرق الجزائر 35 كيلو من مينا سكيك ده في شرق الجزائر. دكتور ما تقنعنيش إن احنا هنقف عند قنا والجزائر، صح؟ 100%. رايحين فين؟ والله عندنا مشروع كبير في الخليج، في احد الدول الخليجية، بس ده ميجا بروجكت ب 1.8 مليار دولار. لهو. قدمنا طلب عليه وتحت الدراسة من هذه الدولة، وتمويله متوفر، كل تمويل ورؤوس أموال والتسهيلات الائتمانية بتاعته موجودة، والخبرات المصرية هتقدر تبدأ بهذا المشروع. وبرضو وعدناهم في هذه الدولة ان احنا هنقيم مدرسة فنية لتوطين هذه الصناعة في البلاد عندهم.